بسم الله الرحمن الرحيم، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الذي نتحدث فيه عن الفتاوى الشاذة. فضيلة الشيخ، كنتم تتحدثون قبل الفاصل عن الأزهر وما كان فيه في الماضي وما تأملون أن يكون عليه في الحاضر، وكذلك المعاهد والمدارس والكليات التي تخرج أناسا من الأصل أن يتصدروا للفتوى والإفتاء. أنا أقول الأزهر أنشأ تخصص المادة ليخرج بسموه العالمية من درجة أستاذ، يخرج أستاذ متبحر في تخصصه، كان تخصص القرآن والسنة أو تخصص العقيدة والفلسفة وعلم الكلام أو تخصص التاريخ الإسلامي، كان من ضمن هذه الأشياء، وفي تخصص المهنة. نعم، أنا ذكرت أن هناك مهنة كان ينبغي أن ينشأ لها تخصص، هذه المهنة هي مهنة الإفتاء، ويطلع كده المهنة بتاعته اسمه مفتي. نعم، يعني زي ما مهنة القضاء عملنا تخصص للقضاء ليخرج فيها يعمل في القضاء. نعم، كذلك كان ينبغي أن يكون هناك تخصص للإفتاء. ليس من الضروري ان من اول يوم يطلع مفتي، ولا من اول يوم يطلع قاضي ويشتغل في القضاء مساعد قاضي ويترقى الى ان يكون، ولا يشتغل في دار الافتاء يعني مساعدا للمفتي الى ان يترقى فيكون يعني مفتيا. هذا كان ينقص يعني التنظيم الازهري. والجامعات الاخرى ايضا، يعني جامعه الامام محمد بن سعود، الجامعه الاسلاميه في المدينه، الجامعة لم يعني تجعل هناك تخصصا للفتوى أو للإفتاء، وهذا يحتاج إلى وضع برنامج فقهي علمي عملي يجمع بين التراث ويجمع بين المعاصرة وينتقى له الطلاب، ليس كل طالب يصلح لأن يكون، ينتقى له الأساتذة ويخرج هؤلاء مهيئين لأن يشتغلوا في مجال الفتوى. فضيلة الشيخ، أرجو أن يتسع صدركم لما أتحدث عنه الآن. نحن نتحدث عن الفتاوى الشاذة، ولفضيلتكم عدد من الفتاوى، البعض يقول بأنكم خرجتم فيها عن الإجماع، والبعض يحاول بل يعلن دائما أن للقرضاوي فتاوى هي في حد ذاتها فتاوى شاذة. وأضرب ما يعني يقولونه من هذا الباب، موضوع مثلا فتوى شراء البيوت السكنة في أوروبا، أنتم أبحتم بأنه ليس هناك من مانع أن يقترض الإنسان من بنك ربوي ليشتري سكنا له. أليس في هذا نوع من أنواع الخروج مثلا كما يقولون على الإجماع؟ أليست هذه فتوى شاذة؟ لا، هذه فتوى جماعية. نعم، هذه فتوى تبناها المجلس الأوروبي للإفتاء وشد أزرها لأنها تلبي حاجة. مش إحنا قلنا من موجبات تغير الفتوى إن حاجات الناس تغيرت، فالناس في أوروبا في أشد الحاجة إلى أن يمتلكوا بيتا. نعم، غير ما البيت الذي يعيش فيه بالإيجار ويصبح مهددا في أي وقت بالإخراج منه، وخصوصا إن المسلمين دائما أسرهم كبيرة، مسلمين أمة ولود، فكل واحد عنده 5 و6 بتاع، وهؤلاء لا يطيقون هذا، فإذا ولدوا عددا كبير يقول له اخرج. ولذلك الحل أن يملكوا هذا السكن بدلا أن وبعدين يجد إن هو الإيجار اللي بيدفعه يساوي القسط الذي سيدفعه لشراء البيت. وأحيانا بعضهم يقول حتى أحيانا القسط بيبقى أقل من الإيجار. يعني أنتم رعيتم المصلحة هنا؟ رعينا حاجة الناس، الحاجة، لأنه القاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة، خصوصا إذا كانت حاجة عامة في الأقلية الإسلامية. كل واحد يقول لك أنا عدت 40 سنة في ألمانيا ولا أملك بيتا، ولو أن أحدا أفتاني
بمثل هذه الفتوى لكنت ملكت بيت من 20 سنة. نعم. يعني طيب يعني لماذا أنا أطعم المسلم لغير المسلم؟ يطبق قوانينه يعني إذا كان فيها غرم عليه، وإذا كان فيها غنم له لا يطبق هذه القانون. هم بيعملوا يعني توسعة كبيرة وإعانات كبيرة لمن يشتري بطريق القرض، ويدفعوا عنه كثير من الضرائب، ويأخذ كثير من التسهيلات، وبعد ذلك يصبح ينتقل من فئة إلى فئة. حتى الإخوة هناك قالوا إنه سكن الناس الذين يملكون المستوى العام للخدمات في هذه المناطق غير المناطق اللي يستأجر فيها الناس، خدمات البريد وخدمات البلدية وخدمات فيستفيدون من أشياء كثيرة جدا. فنحن يعني استدللنا بالحاجة يعني التي لها قيمتها هنا. نعم. واستدللنا استأنسنا حقيقة بمذهب أبي حنيفة الذي يجيز العقود الفاسدة خارج دار الإسلام، وما نعم. يسميها دار الحرب الآن. نعم. التقسيم عنده ثنائي، فكل ما ليس بدار الإسلام يسميه دار الحرب، فإحنا بنسميه خارج دار الإسلام. فاستأنسنا به إنه هو قال إنه مدام برضا الطرف الآخر غير المسلم ليس بغدر ولا بخيانة، فمن حق المسلم يستفيد من هذه العقود الفاسدة إذا كان في ذلك مصلحة له. أيضا فضيلة الشيخ، أنتم لكم فتوى تتعلق بدية المرأة. هذه الفتوى يعني البعض يقول أن هناك إجماع في هذه المسألة، وما خرج به الشيخ القرضاوي علينا في هذه المسألة يعد نقضا للإجماع الذي أجمعت عليه الأمة على مدار قرون عديدة، فهم يعتبرون يعني هذا الأمر نوع من أنواع الفتاوى الشاذة. أنا ذكرت إنه ليس هناك إجماع، وذكرت ابن عليا والأصم يعني خلف في هذا، وبعدين إذا كان هذا إجماعا أين سند هذا الإجماع؟ إذا كان لا سند له من قرآن ولا من سنة ولا من قياس ولا من مصلحة. القرآن يقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل من خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. نعم. ودية مسلمة إلى أهله، لا قال ذكر ولا قال أنثى. والحديث النبوي قال في النفس 100 من الإبل، ولم يصح حديث في هذا، في حديث أجمع على أنه ضعيف. القياس المفروض نقيس المرأة على الرجل، فكلاهما نفس يعني مؤمنة. الإجماع لا يوجد إجماع بعدما ذكروا عن ابن الأصم وعليا. وعليا نعم. المصلحة لا يوجد مصلحة. نحن في عصرنا الإسلام بيتهم بأنه ضد المرأة وأنه لا يعطيها حقوقها، فلماذا لا نسمي بين المرأة والرجل؟ طيب مش إذا الرجل قتل المرأة يقتص منه؟ نعم. إذا قتلها عمدا؟ نعم. طيب لماذا إذا قتلها خطأ يأخذ النصف؟ طب كنا نأتي النص واحد ولا يعني ما يعني أنتم اعتبرتم يعني آدمية المرأة في هذا الأمر؟ نعم نعم. يعني هي نفس. وهل معكم هل معكم أحد من العلماء في يعني قال بهذا من المعاصرين بمثل هذا القول؟ والله في أحد الإخوة ما عنده رسالة. نعم. مقدم رسالة في هذا الأمر، أنا نسيت. نعم. اسمه، بحث جيد، أنا لم أطلع عليه إلا بعد ما كتبت يعني هذا البحث. الشيخ الغزالي ليس له كلاما؟ نعم. الشيخ الغزالي ليس له في هذا كلام؟ الشيخ الغزالي له كلام في. نعم. هذا، والشيخ. نعم. شلتوت له. نعم. كلام في هذا. وأذكر أن التقينا في جلسة في عمان مع العلامة الشيخ الزرقة، واعترض على الشيخ الغزالي وقال له إنه يعني إذا نظرنا إلى المصلحة نجد إن فاجعة الأسرة بفقد المرأة غير فاجعتها بفقد إيه الرجل. نعم. الرجل هو العائل وهو الكذا، فمصيبة العائلة إذا فقدت الرجل غير مصيبتها. وقلت لها يا مولانا أنا أخالفك في هذا مع احترامي لك، إنه هذا لاعتبار غير وارد إطلاقا في قضية الدية. نعم. لأن دية الطفل
مثل ديت المرء البالغ. صحيح. وديت الكناس في الجامعة مثل ديت البروفيسور الأستاذ مدير الجامعة كمان الجامعة أو مدير الجامعة، وديت الأمي مثل ديت المثقف، لا اعتبار لهذا في قضية الدية إطلاقا. نعم. أنتم ذكرتم أن الفتوى حتى أنا أريد أيضا، لست أنا وحدي الذي اتهم بالشذوذ في الفتاوى. نعم. هناك يعني كما أشرنا في بعض الحلقات العالم القطري الشهير الشيخ عبد الله بن زيد المحمود رئيس المحاكم الشرعية وصاحب الآراء الفقهية والاجتهادات المعروفة التي خالف بها كثيرا من إخوانه في المملكة السعودية. نعم. له عدد من الفتاوى تعتبر شاذة، لعل على رأسها الفتوى الشهيرة بإجازة رمي الجمرات من طلوع الشمس إلى آخر الليل. نعم. فهذه فتوى في صدرت من حوالي 60 سنة تقريبا، وهاج لها علماء الرياض وجاءوا بالشيخ واستتابوه وخطأوه وطلبوا منه أن يعتذر ويكتب اعتذارا، وهو وافقهم في أول الأمر، ولما رجع إلى قطر كتب لهم ردا يعني يؤيد. نعم. وقد أخذوا الآن بقوله وبقولكم، والآن فكواه الشاذة أصبح علماء السعودية أنفسهم. نعم. يفتون بها، وهي التي يعني لجأ إليها الناس حينما وجدنا سنين عدد الناس تسقط قتلى. نعم. عند مرمى الجمرات. فضيلة الشيخ، كنا نود أن نتحدث عن معايير الشذوذ في الفتوى، ولكن أستأذنكم أن نرجئ هذا إلى حلقة قادمة إن شاء الله. وأنتم أيها الإخوة والأخوات، لكم منا خالص الشكر والتقدير، ولشيخنا خالص التقدير والشكر والمحبة، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.